طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة مباركة أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج مستقبل وطن. أحييكم، أنا مختار الفقيه، وأسلط الضوء اليوم على اقتحام المؤسسات في عدن. أن هذا سلوك ميليشاوي يهدد اتفاق الرياض. من غير الطبيعي أبدا أن تبقى حكومة في بلد أو في مدينة لا تتحكم بالوحدات المسلحة الموجودة فيها، ومن الطبيعي أيضا أن يتحرك المسلحون الذين لا يأتمرون بأوامر الحكومة وفق أجندتهم الخاصة وبما يتعارض أيضا مع الحكومة. ما حدث في عدن من اقتحام مسلحين لمؤسسات ووزارات خلال الأيام والساعات الماضية يعكس الواقع في عدن بدون رتوش، يعكس الواقع ويضع الحكومة الشرعية على كف عفريت كما يقال، ويضع اتفاق الرياض على فوهة بركان. ما يحدث من اقتحام للمؤسسات من قبل أطقم عسكرية أو مسلحة بمعنى أصح لا تأتمر بأوامر الدولة ولا الحكومة، وتهديدهم وطردهم للعاملين، والخطاب المتشنج الذي ما زال يصرح به قادة تلك الوحدات يهدد اتفاق الرياض بلا شك، ويجعل كل الجهود المبذولة من أجل إنجاحه في مهب الريح في أي لحظة من اللحظات. هذا السلوك الميليشاوي الذي يجب أن تتعامل معه الحكومة بحزم، وأن تتعامل أيضا معها القوى الراعية لاتفاق الرياض بحزم أيضا، وعدم القبول به بأي شكل من الأشكال، ثم الذهاب سريعا لتطبيع الواقع الأمني والعسكري في عدن، وممارسة الأجهزة التي تأتمر فقط بأمر الدولة والحكومة مهامها بعيدا عن الملشنة أو بقاء وحدات عسكرية خارج هذا الإطار. موضوع اقتحام المؤسسات في عدن سلوك ميليشاوي يهدد اتفاق الرياض، هذا موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. يسعدنا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفي عبر سكايب، الأستاذ عمر هلابي، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عمر، أهلا وسهلا بك وتحية طيبة. تحية طيبة، حياك الله أستاذ مختار، والسلام عليكم وعلى جميع مشاهدي القناة، وإن شاء الله ربنا يعطيكم ما فيه الخير. وعليكم السلام وأهلا وسهلا بك أستاذ عمر، ونحن سعيدين أنك معنا اليوم. تفاصيل موضوعنا في سياق هذا التقرير أولا. كلما تلقفت عدن فرصة جديدة لتغدو عاصمة لكل اليمن، انبعث أشقى القوم لإشعال الحرائق فيها، وكأن بينهم وبين عدن ثأرا لا يخمده إلا تحويلها لمدينة خوف وتشكيلات مسلحة. أحدث الدلائل على ذلك تمثلت في قيام مجامع مسلحة باقتحام وزارات ومؤسسات في العاصمة المؤقتة. ووفقا لوكالة سبأ، فقد استنكر مصدر مسؤول إقدام مجامع مسلحة أمس الأحد على اقتحام مباني وزارات الخارجية والتربية والتعليم والعدل ومرافق حكومية أخرى في العاصمة المؤقتة عدن، وترويع موظفيها تحت غطاء المطالبة باستحقاقات. المصدر الحكومي أوضح أن الاقتحام تم تنفيذه باثني عشر طقما مجهزين بمختلف أنواع الأسلحة، يقودهم أشخاص يحملون مسميات وصفات غير رسمية، مشددا على أن ما حدث يؤكد على ضرورة التعجيل بإعادة تنظيم كافة الأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية كأولوية قصوى لا تقبل التأخير تنفيذا لاتفاق الرياض. ضمن تحركات المسلحين جرى أيضا فرض إغلاق المؤسسات القضائية بقوة السلاح بعد رفض القضاة للإضراب، وتعليقا على تعطيل عمل القضاء غردت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري بالقول إيقاف وتعطيل القضاء عمل غير قانوني ولا أخلاقي مهما كانت الذريعة، إيقاف القضاء معناه نشر الفوضى وشرعنة للا دولة وللميليشيا وللخارجين عن القانون ونشر قانون شريعة الغاب. فهل هذا الذي يراد لعدن؟ والتساؤل الأخير،
بات سؤالا مجتمعيا لا تخفى فيه نبرة الغضب من تحركات المسلحين ومن التعاطي الرسمي مع التحركات أيضا. وإذا كان كثير من الناشطين قد تساءلوا عن سر التوافق الزمني المتكرر بين تحركات المجاميع المسلحة التي تنشر الفوضى في عدن وتحركات مسلحي ميليشيا إيران في الجبهات، فإن مراقبين تساءلوا عن سر اختيار من يحرك المسلحين للفترة الزمنية التي تحتضن فيها عدن حضورا دبلوماسيا مميزا للسفراء الأوروبيين ليقوم بتحريك مسلحي باعثا رسالة إثبات أن عدن خارج نطاق السيطرة الفعلية للشرعية، وموجها رسالة لا تخفى مدلولاتها تستهدف راعي الاتفاق وضامن تنفيذه المملكة العربية السعودية، رسالة الرد الوحيد عليها يتمثل في تسريع استكمال تنفيذ الشق الأمني والعسكري من اتفاق الرياض إنقاذا لعدن بل لكل اليمن. شكرا للزملاء الذين أعدوا لنا هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بكم مشاهدين الأكارم وبضيفي عبر سكايب الأستاذ عمر هلابي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عمر، ما الذي تابعته خلال الساعات الماضية من عمليات اقتحام لبعض المؤسسات في عدن من قبل أطقم ومسلحين، وما الذي يعكسه هذا؟ هذه أعمال حقيقة أعمال عصابات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذه الميليشيات منفلتة، ليس لها قائد، قادتهم فقط من يحركونهم ضد المصالح الوطنية لليمن بشكل عام، وضد مصالح أبناء عدن وأبناء الجنوب الذين يتحدثون بأنهم يمثلونهم أو يتحدثون باسمهم. هؤلاء لا يمثلون أحد، هؤلاء أزعجوا الجنوب والجنوبيين منذ سنوات. كانوا يدعون بأن علي سانبيض هو الرئيس الشرعي، واليوم يدعون بأن عيدروس الزبيدي هو الرئيس الشرعي، ولا رئيس شرعي لا هذا ولا ذاك. الجنوب لم يختار ولم يفوض أحد ولم ينتخب أحد ليمثله أو يتحدث باسم قضيته. هذه الميليشيات هي ميليشية استرزاق مسلطة بأيادي قوى إقليمية أرادت أن تعملها كشوكة في خاصرة المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف العربي، وخنجر في ظهر الشرعية اليمنية التي رحبت بهذه الأطراف كإخوة وكأشقاء لإنقاذ اليمن وإنقاذ الوطن المشروع العربي والأمن العربي من العبث المجوسي الإيراني. ولكن للأسف هذه القوى رأت أنها تستطيع أن تفرض من هنا أو هناك بطريقة أو بأخرى ما تريد من مصالح خارجة عن مصالح وأهداف التحالف العربي، فجندت هؤلاء المرتزقة وعملت منهم قوة على الأرض تعيث فسادا في عدن بشكل خاص وفي المناطق المحررة بشكل عام. رأينا أنهم نغماتهم لا تختلف إطلاقا عما يتحرك في الشمال بقيادة الميليشيات الإيرانية الحوثية. عندما تبدأ بادرة انفراج تبدأ هذه الميليشيات بالتحرك بتدبير كل ما هو قابل لأن يكون خطوة في طريق السلام. نعم. تخرب هذه الميليشيات. عندما أتت قبل يومين الوفد الأوروبي لزيارة عدن ولزيارة الالتقاء بالحكومة الشرعية، وكان جوهر الحوار لهم وجوهر اللقاء ومن استقبل هذا الوفد وبدأ يطع له النقاط على الحروف في القضية اليمنية وفي الحل السلمي الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية والشرعية اليمنية. نعم. بقيادة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي، هو وزير الخارجية الدكتور أحمد بن مبارك. ولذلك وجدنا أنهم أول ما استهدفوا وزارة الخارجية باقتحامها وترويع موظفيها وإشعار الجميع بأن هذه الوزارة وهذه الحكومة ليست لها أي وجود في عدن، ويقوض الشرعية التي قبلوا بأن يكونوا جزءا منها. يعني تبدو أن لها علاقة بالزيارة، يعني كانت مقصودة أستاذ عمر من حيث التوقيت مثلا مع حضور يعني السفراء يعني دول الاتحاد الأوروبي إلى عدن، كانت يعني مقصودة من حيث التوقيت والدلالة؟ نعم، بوجهة نظري الشخصية نعم هي مقصودة ومرتب لها بشكل خاص لإظهار ضعف المملكة العربية السعودية وبأنها لم تستطع أن تنفذ ما تعهدت به من تنفيذه من اتفاق الرياض، لإرسال رسالة للمجتمع الدولي والأوروبي بشكل خاص بأن هناك قوة هي المتنفذة على الأرض وهي من يجب أن يتحاور معها هذه الوفود أو تأتي لها الوفود للحوار معها. وهذه القوة للأسف طعنت التحالف العربي، طعنت الشرعية اليمنية في الظهر.
لأن هذا التحرك لا يمكن أن نضعه بمعزل عن التحرك الدبلوماسي الأوروبي، لا يمكن أن نضعه بمعزل عن الرسالة الواضحة للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي تعهد وأعلن رسميا يوم الجمعة الماضية بأنه سيقوم ويعمل بشكل بكل ما استطاع لإيقاف هذه الحرب والتوجه إلى عملية سلام دائمة في اليمن تلبي جميع مصالح الأطراف اليمنية كما هي مشروعة وليس كما يريدها بعض القوى الخارجية. نعم، وليس كما يريدها بعض القوى الخارجية أستاذ عمر، المجوس الإيراني أو للأسف الخارج عن التعهد العربي وهي الإمارات العربية المتحدة. بالعودة إلى الواقع في عدن، يعني الفوضى هذه واقتحام هؤلاء المسلحين بأطقم يعني مسلحة لهذه الوزارات أمر طبيعي أم غير طبيعي؟ بالتأكيد هذا لا لا ليس له صلة بالطبيعة وليس له بصلة بأي شيء في الدولة وليس له صلة حتى بالعمل السياسي أو عمل المعارضة أو عمل حتى المقاومة. المقاومات عندما تأتي المقاومة عندما إذا كانوا يدعون بأنهم مقاومة وأنهم يريدوا أن يحصلوا على وطن فهذه هذه ضد الشعب الذي وضد مصالح الشعب عندما يعطل الدولة هي تعطيل لمصالح أبناء عدن، تعطيل لمصالح أبناء الجنوب الذين يتحدثون بأنهم يدافعون عنهم أو يريدون دولتهم أو يريدون أن يضعوا كما يقال التحرير. وهذا يناقض بعضه، هذه الميليشيات لا تفقه شيئا، معظمهم جهلة ليس لهم صلة بالسياسة وليس لهم صلة حتى بالثقافة اليمنية والأخلاق اليمنية، معظمهم أتوا من أعمال حقيقة ليست لها أي صلة بالمجتمع ولا بقيادة المجتمع، فلذلك نجدهم أنهم يتخبطون ساعة أنهم يمثلون الاستقلال ثم يشاركون في حكومة ما يسمونها الاحتلال ثم بعد ذلك يعطلوا هذه الحكومة عندما تأتي، وهذا يدل على أنهم بيادق بأيادي خارجية تحركهم كيفما تشاء. طيب، لفرض ما تريد على قيادة التحالف العربي وقيادة الأخ الرئيس عبد الرحمن منصور. من زاوية أخرى أستاذ عمر، البعض يرى بأن هذا وضع طبيعي جدا عندما تسيطر المجامع المسلحة التي لا تأتمر لا بأمر وزير الداخلية ولا وزير الدفاع ولا حتى القائد الأعلى للقوات المسلحة. الأمر طبيعي. نعم أقصد من الناحية الثانية ومن الناحية الأخرى التي فعلا طبيعية عندما نترك الانفلات الأمني في عاصمة نعتبر أنها عاصمة الدولة، عندما نسمح لهذه الميليشيات أن تحتفظ بسلاحها، عندما نسمح لهم أن يظلوا في معسكراتهم وتظل القوة بيدهم، فهذا فعلا من المحتمل أن تحصل أحداث أكثر من هذه بالكثير. ولكن الاتفاق الذي وقع عليه الأخوان للأسف في المجلس الانتقالي ومن يقف خلفهم وقعوا واتفقوا على إخراج هذه الميليشيات وعودة الحياة الطبيعية إلى عدن، عودة الحكومة التي هم شركاء فيها للأسف ولكنهم شركاء صوريا فقط لأن يسحبوا الضغط الذي كان عليهم عندما كانوا في الرياض. وبعد أن خرجوا من الرياض وجدنا أنهم حتى يدعون بأنهم سيطبعون مع إسرائيل مع الكيان الصهيوني، عندما أعلن عيدروس الزبيدي هذا الإعلان هو إحراج المملكة العربية السعودية بحكم أن عيدروس الزبيدي أصبح شريكا في التحالف العربي وشريكا في الشرعية التي تدعمها المملكة العربية السعودية. وعندما يصرح شخص كهذا لا يصفه له ولكنه يدعي بتمثيل جزء كبير من اليمن ويدعي بأنه على استعداد للتطبيع مع الكيان الصهيوني القاصب لفلسطين ولثالث الحرمين الشريفين، حقيقة هذا إحراج كبير للقيادة اليمنية وللقيادة السعودية التي لم نجد لهم ردة مرفوضة جملة وتفصيلا من شعبنا في الجنوب، كل الكيانات الوطنية في الجنوب، كل التجمعات القبلية، كل الرموز الوطنية في الجنوب أعلنوا رفضهم لهذه التصريحات واستهجانهم لها وأعلنوا أنه لا يمثل شيء ولا يمثل أحد في الجنوب. ولكن طالما أن الوزراء أربع وزارات يشارك بها عيدروس الزبيدي ثم يأتي بهذه الأفعال المشينة، أعتقد أنه يجب علينا الآن على الشرعية اليمنية وعلى قيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية بشكل خاص مراجعة هذه الاتفاقات، وعليهم الآن أن يضعوا النقاط على الحروف بأن هذه القوات وهذه الميليشيات التي لا تفقه السياسة ولا تفقه في إدارة الدول شيء، لا تفهم إلا منطق القوة، وعليهم الآن أن يحولوا عيدروس الزبيدي وما معه من قيادة للتحقيق
بتهمة الخيانة العظمى بأنهم يتعاملوا الآن ويرسلوا رسائل واضحة للعدو الصهيوني، عدونا الأول حقيقة بعد إيران، وهو أو ربما هو وإيران لا يختلفون، هما في درجة واحدة من العداء للمشروع العربي والمشروع القومي، ولذلك هؤلاء يجب مكانهم المحاكم ومكانهم السجون وليست مكانهم المنصات. يعني من تتحدث عنهم اليوم؟ من تتحدث عنهم اليوم؟ وإن كنت تقصد المجلس الانتقالي، هو أصبح شريك في الحكومة، ومخاطبته بأن يتحمل مسؤوليته كشريك يعني يبدو في هذه المرحلة أنسب من أيضا أن يعني يوجه الخطاب له يعني بشكل آخر. دعني أشير هنا إلى مطالبتك أيضا لرعاة الاتفاق الخليج بأن يكون لهم موقفا. ما رأيك بموقف الحكومة الشرعية الذي فقط مصدر حكومي يدين هذه الاقتحامات؟ هل هذا هو المفترض؟ حقيقة الحكومة موقفها سلبي 100%. الحكومة لم تفعل شيئا منذ أن عادت إلى عدن، ثم سوى التصوير هنا وهناك لإثبات أنهم موجودين، وهم للأسف قابلين. أمس المقابلة الأخ رئيس الوزراء معين عبد الملك في سكاي نيوز لم يستطع أن يجاوب من يحمي الدولة ومن يحمي حراسات معاشيق، واتضح حقيقة للقاصي والداني بأنهم لا زالوا تحت رحمة الميليشيات الذي ادعوا بأنهم أخرجوها أو عادوا لإخراجها من عدن. أكثر من شهر الآن لم يستطع وزير الداخلية أن يصدر بيانا عن هذه الانتهاكات. مدير أمن عدن الذي أصروا أن يكون من الضالع وأصروا أن يكون بشكل مناطقي، هو يا أستاذ عمر يعني ما يقوم به أن يتولى نقطة مهمة، ومع ذلك لم يتحرك ولم يعتقل هؤلاء ولكنه استنكر. هذا الاستنكار لا يصدر من شخص مسؤول. اسمح لي فقط أقاطعك عند هذه النقطة. على الأمن عليه أن يتحرك لفرض استتباب الأمن في المدينة. أستاذ عمر، فقط فيما أشرت إلى أن رئيس الوزراء لم يتحرك وذهبت بعيدا عن التحليل المنطقي والواقعي، رئيس الحكومة لا نريد أيضا أن نكون مجحفين في تحركاته، لقاءاته بالوزراء، تحركات وزراء أيضا وزير الخارجية وغيرهم من الوزراء، وعمليات وجهود تطبيع الأوضاع ذاهبة. دعني أكمل هذه النقطة فقط، ذاهبة على قدم وساق، لكن الأمور العسكرية والأمنية إذا كنا واقعين نوعا ما، أليست من اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن أكثر من فقط رئيس الحكومة؟ أليس هذا هو المنطق؟ حقيقة أنا ما قصدت بتحركات الأخ معين عبد الملك والحكومة، الحكومة التي عادت إلى عدن هي عادت برئيس الحكومة وعادت بوزير الداخلية ومدير أمن عدن، هؤلاء الثلاثة هم يتحملون وهم في الخط الأول لتنفيذ وإخراج الميليشيات المسلحة من داخل عدن حسب اتفاق الرياض وحسب ما اتفقوا معه مع القيادة السعودية الراعية لهذا الاتفاق. اللجنة السعودية التي ترعى هذا الاتفاق ووزير الداخلية ومدير أمن عدن هم المسؤولين المسؤولية المباشرة. نعم الأخ الرئيس عليه الآن أن يتحرك، لأن الآن ليس هناك أي تنفيذ وليس هناك بوادر تنفيذ، وأنا أعتقد أن لابد من قرار حاسم بإما إخراج هذه الميليشيات من عدن حسب الاتفاق، وعليهم أن يستدعوا عيدروس الزبيدي وقيادته إلى الرياض مرة أخرى لوضع النقاط على الحروف وسحب ميليشياتهم من عدن. أستاذ عمر، أنت تقول عليهم أن يتحركوا، عليهم أن يستدعوا، عليهم أن يقومون، عليهم أن يوجهون، وتوجه مثل هذه أيضا التوجيهات للحكومة وللمملكة وللكل. يعني لديهم خطاب رسمي الحكومة الشرعية، ويعني هم يقولون بأنهم ماضون في تطبيع يعني الأمور الأمنية والعسكرية، ويقولون أن اتفاق الرياض أيضا ذاهب نحو الاستكمال، وبالتالي المعني في هذا الخطاب هي الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية معنية بتنفيذ الاتفاق، ولكن الحكومة الشرعية مكتوفة اليدين، لأن اللجنة السعودية واللجنة الإشرافية على تنفيذ اتفاق الرياض هي التي من الواجب أن يناط بها. لم تقل عفوا أستاذ عمر الحكومة المكتوفة الأيدي التي أشرت، لم نرى أي انسحابات فعلية للميليشيات من عدن. هل قالت الحكومة هذا الكلام الذي تقوله أنت؟ الحكومة لا أنا أعتقد أنها إلى الآن حقيقة وجهة نظري كمواطن هي مسلوبة القرار، لا تستطيع. هي لم تقل أنها مسلوبة القرار، هي تتخذ قرارات أستاذ عمر، وهي لم تقل عن نفسها هذا الكلام.
لم نسمع منهم رد، لم نسمع منهم تحرك، لم نجد منهم أي اعتراض على هذه التحركات. لم نجد منه، لماذا لم تتحرك قوات عدن ومدير أمن عدن؟ لماذا لم يحرك القوات لحماية هذه المرافق السيادية كوزارة الخارجية والعدل وغيرها؟ لماذا لم يحركهم لإلقاء القبض على هذه الميليشيات على الأقل، وهو يعرفهم ويعرف من هو قائدهم ويعرف من أمرهم بالتحرك؟ طيب هل لدى الحكومة الشرعية في الخارج أدواتها التي تستطيع أن تحركها كما أشرت أستاذ عمر؟ هل لدى الحكومة في عدن أدواتها وأجهزتها التي تستطيع أن تتحرك في الواقع وتقبض على من ذكرت، أم أننا نقفز على الواقع؟ الحكومة طالما أنها قبلت أن تعود وهي دون مخالب، فعليها أن تتحمل على الأقل سياسيا، وأن تبدأ تضع النقاط على الحروف، وتبدأ تحمل فعليا المخلين بتنفيذ الاتفاق، تحملهم هذه الأخطاء التي تقوض الاتفاق من أساسه، لأنهم حقيقة لم ينفذوا. ولكن للأسف الحكومة لم تصدر أي بيان حتى الآن عن أي تحركات، لم تصدر أي توضيح عن هذه الميليشيات، لم تصدر ماذا فعلت حتى الآن عندما عادت من عدن. نعم هناك اتصالات لوزير الخارجية من هنا وهناك، أو مباركة مع فلان أو علان من وزراء الخارجية، ولكن هذه لا تكفي. نحن نريد حكومة على الأرض. عندما عادت الحكومة لم تصرف الرواتب، لم تدخل الحرس الرئاسي إلى معاشيق، لا زال معاشيق تحت رحمة هذه الميليشيات. لا تستطيع أن تدير نقطة عسكرية واحدة داخل عدن. لماذا إذن رجعت؟ لماذا عادت وقبلت أن تعود وهي مسلوبة منزوعة المخالب؟ عليها الآن أن تتكلم، على رئيس الوزراء أن يخرج للشعب ببيان طيب. واضح، أو يقدم استفادة للرئيس، وعلى الرئيس أن يتحمل مسؤولية أيضا. لأن هذه النقطة أستاذ عمر، هل على الحكومة منزوعة المخالب؟ فهو قبل أن يكون تحت رحمة هذه الميليشيات. هذه واحد من أهم النقاط أيضا التي يمكن أن يبحثها السياسيون كسياسة، بعيدا عن الخطاب أيضا يعني وما هو مفترض. هل على الحكومة أن تتعامل مع الوضع بحدة أم بسياسة؟ هل يجب أن تسعى لإزالة هذه العوائق تدريجيا، أم تتخذ مواقف ربما لن تكون هي الرابحة فيها؟ هذه النقطة سأستكملها معك. اسمح لي يشارك معي في هذا الحوار أيضا رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات المحامية هدى الصراري. أستاذ هدى أهلا وسهلا بك. أستاذة هدى هل أنت معنا؟ معك أيوة، مساء الخير. مساء النور، أهلا أستاذة هدى. نتحدث عن اقتحام المؤسسات في عدن، وأن هذا سلوك ميليشياوي يهدد اتفاق الرياض. ما رأيك بما حدث، وإلى أي مدى فعلا مثل هذه السلوكيات تهدد اتفاق الرياض الذي بذل فيه وقت وجهد وربما دماء كثيرة؟ هو فعلا ما قلته صحيح، أن هذه الأعمال الخارجة عن إطار القانون تهدد اتفاقية الرياض، وعدم تنفيذ الشق العسكري مهم جدا في هذه المرحلة لكي يسمح للحكومة اليمنية بالعمل بكل أريحية وبكل حرية بممارسة كذلك مهامها في العاصمة الاقتصادية عدن. مسألة اقتحام المقار الحكومي والمؤسسات القضائية بشكل خاص، هذا عمل منافي للقانون، منافي للأخلاق، ومنافي كذلك للمصلحة الوطنية. المفترض الآن على وزير الداخلية مساءلة وتوجيه أمر بالقبض على هؤلاء المتسببين باقتحام ورفض الموظفين الإداريين بممارسة مهامهم يوم الأحد، كذلك أيضا مساءلتهم وإحالتهم للنيابة، لأنه مثل هذه الأمور عندما لا تقف عندها بشكل صارم ولا يتم تطبيق القانون بشكل صارم سوف يتمادى. المفترض أن هذه الجماعات المسلحة هي تنتمي لفصيل أو مكون سياسي، المفترض أنه هو جزءا من الحكومة، ونجاح الحكومة من نجاح هذا الفصيل المكون، لأنه هو الآن خليط مع الحكومة، بالتالي ينبغي يعني إعطاء خطاب عقلاني وخطاب مسؤول من قبل هؤلاء، من قبل هذا المكون، بأنه لا يتم مثل هذه الأمور ولا تتم مثل هذه الأعمال الخارجة والممارسات الخارجة عن إطار القانون. كف هذه الجماعات المسلحة كذلك أيضا عن القيام بهذه الممارسات اللا قانونية، مساءلة القائمين أو المقترفين لهذه الأعمال مهم جدا حتى يتم ردع
كلها من تسول له نفسه بأن يقدم على هذه المسألة في مستقبلا. وكذلك ننادي من هنا ومن منبركم بأن يتم تنفيذ الشق العسكري بأسرع وقت ممكن، لأنه عدم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق والشق الأمني من اتفاق الرياض هي مسألة تؤخر يعني قيام الحكومة بمهامها، مسألة قد تكون لها آثار مأساوية، قد يكون هناك انقلابات أخرى كما حدث في الماضي. فنزع السلاح من هذه الميليشيات وكذلك أيضا المعدات العسكرية تكون الحكومة وتكون عدن في مأمن، وبالتالي تقوم الحكومة بمهامها بكل أريحية وبكل حرية في العاصمة عدن. طيب ما حدث من اقتحام لمؤسسات المؤسسات في عدن، هل يأتي في إطار مثلا في إطار معين، في إطار سياسي أو في إطار حقوقي، أو لا يمكن يعني إدراجه في أي خانة من هذه الخانات؟ أولا لا يوجد أي إطار حقوقي شرع بقيام جماعات مسلحة، أو خلينا نسميها بمسمياتها القانونية، ميليشيات مسلحة، أن تقوم بمثل هذه الأعمال الخارجة عن القانون. مسألة اقتحام المقار الحكومية هذه غير سهلة. أولا هما قاموا بتلبية دعوة نادي القضاة الجنوبي الذي قام بمعارضة تعيين النائب العام من قبل رئاسة الجمهورية، وتم رفع قضية في المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية أصدرت قرار بإحالة الدعوة إلى الدائرة الدستورية، بالتالي القضية تعتبر الآن أخذت منحى قانوني بحت. منادات نادي القضاة ودعوات نادي القضاة الجنوبي بالإضراب القسري وكذلك أيضا منع الموظفين ومنع القضاة من ممارسة مهامهم، هذه هي نتيجة هذه الدعوة. أولا نادي القضاة ليس له أي صفة قانونية بحيث يقوم بدعوة وتعطيل بدعوة تعطيل القضاء أو إيقاف العمل القضائي داخل محافظة عدن. نحن نعلم أن القضاء هو بوابة العدالة، منع القضاء ومنع القضاة من ممارسة مهامهم هو شرعنا لقانون الغاب، بالتالي مثل هذه الدعوات لا يمكن أن تندرج تحت إطار حقوقي. هي دعوة للفوضى، دعوة لتعطيل مؤسسات الدولة، دعوة لشرعنة عمل أعمال الميليشيات المسلحة على حساب القوات الحكومية والجيش والأمن، دعوة لإيقاف عمل الحكومة، وبالتالي يجب أن تساءل هذه الجهات وأن تحاسب قانونا من قبل النائب العام ومن قبل وزير الداخلية ومن قبل مدير أمن عدن. لا ينبغي أن تمر هذه الحادثة وهذه الواقعة مرور الكرام. المحامية هدى الصراري رئيس مؤسسة الدفاع للحقوق والحريات، شاركتنا هذا الحوار، أشكرك جزيل الشكر أستاذة هدى. وأعود إلى الأستاذ عمر هلابي الكاتب والمحلل السياسي. ما بين التحرك من أجل إنجاح اتفاق الرياض وفكفكة أيضا هذه المجاميع المسلحة وإعادة ترتيبها وتأهيلها، وما بين التماشي والتماهي مع الواقع، وما بين النقطة الثالثة الاصطدام به والعودة إلى المربع الأول وهو الاحتراب، ما هو الفن الممكن؟ حتى الآن حقيقة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية وقيادة تحالف المملكة العربية السعودية لا زالوا يحاولوا بكل ما أوتوا من قوة ومن حكمة لإدارة هذه الفئات الخارجة عن نطاق التحالف العربي بقيادة المجلس الانتقالي حقيقة، وهم يتعاملوا معه بكل يعني حكمة، تنازلوا وقدموا التنازلات الكثيرة حتى وصل هذا المكون من ميليشيات خارج على القانون، ميليشيات انقلابية مثلها مثل ميليشيات الحوثي من وجهة نظري، ولكن قبول الحكمة الأخوان في المملكة العربية السعودية وقبول حكمة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي جعل من هذه الميليشيات أن تندمج داخل الشرعية وداخل التحالف العربي لمواجهة العدو الحقيقي والوحيد لنا وهو الميليشيات الإيرانية الحوثية التي تعيث في اليمن فسادا منذ 6 سنوات أو أكثر. هؤلاء ولكن للأسف الإخوان في المجلس الانتقالي لا زال لديهم نوع من التخبط، لأنهم ليسوا رجال سياسة، لا يفقهون في السياسة. عيدروس زبيدي ليس رجل له أي دور في السياسة أو حتى في المواجهة الوطنية أو الساحة الوطنية عدا ما يقال من هنا أو هناك، ولكن لذلك هم فاقدين لهذه الحكمة. ليست لهم قيادة وليست لهم
استشارة أو مجالس استشارية تعطيهم وتعيدهم إلى خط الصواب. لازلنا نأمل بالأخوان في المجلس الانتقالي أن يعودوا إلى جادة الصواب ويلتزموا بأنهم أخذوا أكثر مما يتوقع وأكثر مما كانوا يتمنوا في المشاركة في الحكومة الشرعية، وكشركاء أساسيين للتحالف العربي مع الشرعية اليمنية. ولكن طيب. بهذه الأفعال الصبيانية وهذه الأمور التي تركوا الحبل على القارب لكل قياداتهم قيادات الميليشيات التابعة لهم، هذه القيادات طيب ليست قيادات عسكرية، لا يفهموا شيء في السياسة ولا في الأمن ولا في إدارة الدولة، كما ذكرت الأخت عندما تتحدث عن تعطيل القضاء. تعطيل القضاء هذه النقطة التي كنت أيضا أريد أن أسمع تعليقك منها سيد عمر بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. التي أنت أتيت لتأتي بالأمن لهذا الشعب ولهذه المدينة. تعطيل القضاء هذه النقطة بالتحديد سنأخذها بعد الفاصل، وتمنع القضاء من أداء مهام قصير مشاهدينا ثم نعود. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم بعد هذا الفاصل القصير، عدنا لنكمل حلقتنا وحوارنا حول اقتحام المؤسسات في عدن، سلوك ميليشياوي يهدد اتفاق الرياض. استكمل هذا الموضوع مع ضيفي عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عمر هلالي. أستاذ عمر مرة أخرى أهلا وسهلا بك. فيما يتعلق بتعطيل القضاء وهذا هذه التحركات الآن التي تهدف لتعطيل هذا القضاء، ما الهدف الحقيقي من ورائها وكيف تنعكس سلبا على معاملات ومتابعات المواطن الذي يتردد على المحاكم أو النيابات ولديه قضايا؟ العملية القضائية والعدل هي العمود الفقري للنظام وللدولة في أي فئة أو في أي مجتمع، ومن يعطل هذا المرفق أو هذه الجهة الفاعلة في المجتمع هو شخص لا يفهمون أو ناس لا يفقهون للدولة ولا إدارة الدولة، لم يكن لهم حتى يعني فكر إن كانوا سياسيين أو إن كانوا حتى عسكريين. حتى العسكر عندما يقوم بانقلاب لا يعطل القضاء بهذه الاقتحامات، قد يوقف نوعا ما المحاكم أو الدستور لفترة بسيطة، ولكن لا يقتحموها بهذا الشكل الفج الذي يقوض هيبة القضاء ويقوض هيبة الدولة والعمود الفقري للدولة والنظام. هؤلاء عندما يقتحمون القضاء وعندما يقحموا القضاء في أمور سياسية ليس للقضاء وليس لما أدعوا بأنهم يدافعون عنه أو يفرضون كما قالوا الإضراب العام لنادي القضاة الجنوبي، ما سموه نادي القضاة الجنوبي، هذا نادي القضاة ليس له صفة قانونية للتدخل فيما أدعوا فيه سياسيا أو لما يريدوا أن معارضته سياسيا، وهي قرار تعيين النائب العام. هناك أمور وهناك طرق أخرى ومجالات أخرى لهذه المعارضة أو لإثبات ما يريدون إثباته من نقاط إن كان لديهم نقاط قانونية، ولكن للأسف وجدنا أنهم يتخبطوا. ولكن كما قلت في السابق أن هذه الميليشيات ترك لها الحبل على القارب، ميليشيات تدار بأناس ليس لهم أصلا دراية بالدولة أو دراية حتى بالعسكرة أو الأمور الأمنية، فكونوا ميليشيات خارجة عن إطار القانون، وكل من طلع في رأسه أمر أتى لينفذه ابتزازا للقيادة، أولا ابتزازا لقيادته التي يريد أن يأخذ ويثبت لها موقف معين ليحصل مكان معين أو دعم معين من قيادته، وأمام الآخرين ليقول أنا سأكون بديل عن فلان أو بديل عن المنطقة الفلانية أو عن الأمن الفلاني أو عن القيادة الفلانية. هذه عقلياتهم، عقليات للأسف عقليات صغيرة. نحن نتمنى من الآخر عدروس الزبيدي أن يبدأ الآن يلم حوله مستشارين فعليين من أبناء الجنوب، لا نقول له من أبناء الشمال أو أي منطقة أخرى، من أبناء وحتى من أبناء المنطقة التي هو منها وهي أبناء الضالع. هناك كوادر جدا وطنية وكوادر مخلصة وكوادر واعية ومثقفة من أبناء الضالع يستطيعوا أن يعطوا عيدروس الجبيدي ومجلس هذا المناطقي نوع من الاستشارة ونوع من الترتيب المنطقي السياسي الذي يؤهله لأن يكون حزب أو يكون مكون سياسي كما هو الآن. فهو الآن يعتبر مكون سياسي بحكم شراكته داخل
حكومة الشرعية اليمنية. طيب ما دام هو مكون سياسي استاذ عمر العربي الآن عليه أن يأتي بمستشارين من طيب وضحت هذه الفكرة فكرة المستشارين ما دام استاذ عمر كما تصفه أصبح مكونا سياسيا تصفه بأنه أصبح مكونا سياسيا وعليه أن ينخرط في العمل السياسي بشكل احترافي أفضل مما هو عليه الآن مطلوب أيضا أن يقدم خطاب هذا الخطاب هذا الخطاب الذي يمكن أن يقدم ما هو عفوا أستاذ عمر من الجنوب أضع سؤالي لأعطوه الاستشارة السياسية أضع سؤالي ما هو الخطاب الذي يفترض أيضا أن يقدم من الجميع لمساعدة الكل لإنجاح اتفاق الرياض في هذه المرحلة أليس الخطاب المتشنج ربما له انعكاسات من أي طرف كان حتى الآن لا أعتقد أن وإن كان كنت أتكلم نوعا ما بشيء من الحزم لأني أؤمن حقيقة بعد كل هذه الجهود وكل هذه التنازلات التي قدمها الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي وقيادة التحالف العربي بقيادة الشقاء في المملكة العربية السعودية قدموا تنازلات كبيرة جدا وأداروا الأمر والانقلاب الذي قاده المجلس الانتقالي في عدن أداروه بحكمة وصبر كبيرين حتى الآن ولكن على الأخوان في المجلس الانتقالي أن يدركوا بأن هذه الحكمة لن تستمر يعني إلى ما لا نهاية اتفاق الرياض وجد لينفذ وما وقعوا عليه سينفذوه جميع الأطراف ستنفذ ما التزمت عليه لأنه هو المخرج الوحيد الآن لنا هو المخرج الوحيد لتكوين وإبداء الشروع في تكوين وتحصين الجبهة المقابلة والمواجهة للمشروع المجوسي الحوثي علينا أن نحصنها ولكن الوقت كالسيف إن لم نقطعه قطعنا وعلى الأخوان في المجلس الانتقالي إدراك هذه الجزئية لأنهم إذا لم يدركوا فسينفذ الصبر سينفذ صبر الأخ الرئيس وسينفذ صبر الأشقاء في الرياض وهم قادرين على حسم الأمور بحسم لا يعني حقيقة ستقوض كل النجاحات وكل المكاسب التي حققها المجلس الانتقالي وعيدر الزبيد ومن معه حققوا لهم كحزب وكمكون سياسي حققوا لهم مناصب حققوا لهم مصالح فئوية حققوا لهم ما يحلمون به وما كانوا يحلمون به وصلوا إلى درجة كبيرة منه ولكنهم في لحظة من اللحظات إذا استمروا في هذا الطيش واستمروا في هذا العناد الغير مبرر حقيقة سيفقد الأشقاء في المملكة الصبر وسيفقد الأخ الرئيس الصبر وإذا فقد صبر المملكة سيروا وجه آخر لم يكن يتوقعوه وأنا على ثقة من ذلك بأن الأمور ستحسم ولكنها ستعول وبالا عليهم وسيفقدوا كل المصالح بما في ذلك مصالحهم الشخصية التي بنوها عبر هذه السنوات التي استقلوا القضية الجنوبية لبنائها الأستاذ عمر هلابي الكاتب والمحلل السياسي شاركتنا هذا الحوار أشكرك جزيل الشكر أستاذ عمر شكرا جزيلا لك وأستكمل الموضوع مع الأستاذ أو الشيخ عبد الناصر العوذلي الأمين العام المساعد لحزب جبهة التحرير عضو رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي الشيخ عبد الناصر أهلا وسهلا بك فيما يتعلق باقتحام المؤسسات في عدن وهذا السلوك الذي أدانه مصدر في الحكومة الشرعية وقال بأنه يهدد اتفاق الرياض كيف؟ نعم أحييك أخي وأحيي السادة المشاهدين لا شك أخي الفاضل أن اليوم ما تقوم به ميليشيات الانتقالي من اعتداء على النيابات والمحاكم وعلى بعض المؤسسات مؤسسات الدولة وهم شركاء في هذه الحكومة لا شك أن هذا يعتبر خرقا لاتفاق الرياض وهذه السابقة تنذر بتبعات حقيقة لا تحمد عقباها فالانتقالي أصبح شريكا في العملية السياسية وعليه أن يتواءم مع برنامج الحكومة وأن ينطلق من منطلقات الحكومة الشرعية لا أن يتعارض معها ويشذ عن القاعدة ويخرج بتصرفات تجهض كل التقاربات وكل التفاهمات وتجهض الشراكة وتجهض اتفاق الرياض وتعيدنا إلى المربع الأول وهو مربع المؤيدة هذه الأعمال لا شك أنها أعمال غير مسؤولة وأعمال تدل دلالة واضحة على أن
أفق أولئك السياسيين في المجلس الانتقالي لم يكن بالنضج الكافي لأن يتواءم مع مجريات الأمور التي انطلقت في حكومة جديدة وأصبحوا شركاء وأصبحوا ضمن العملية السياسية الجديدة وحصلوا على حقائب وزارية، وبالتالي عليهم أن ينخرطوا في هذا العمل السياسي. هي فرصة عليهم أن يتلقفوها. نعم شيخ عبد الناصر، هم يرون بأن مثل هذا الخطاب أيضا الذي يحملهم المسؤولية خطابا تصعيديا، من الذي يصعد في حقيقة الأمر؟ يعني هو أنا أستغرب حقيقة أنهم يقومون بممارسات خاطئة وبتجاوزات وبخروج عن البروتوكول المتفق عليه وبخروج عن الإطار العام للحكومة، ثم إذا تكلمت الأجهزة الإعلامية أو الشرعية أو إذا يعني عيب عليهم في ذلك قالوا أن هذا تصعيد. للأمانة هذا الأمر يعني يدل دلالة واضحة على أفق ضيق وعلى أن الأمر لم يكن بالجدية الكافية للانخراط في عملية سياسية حقيقية، وإنما كانت لهم مآرب للوصول إلى الاعتراف بهم ككيان وحصلوا على هذا الاعتراف، وبالتالي اليوم هم يتنصلون ويحاولون الرجوع القهقرة إلى الوراء والعودة إلى المربع الأول، لأن الممارسات الخاطئة في إقلاق النيابات والمحاكم لا مبرر لها إلا أن هذا العمل يدخل في إطار إجهاض اتفاق الرياض ويخرج العملية السياسية من التوافق إلى المواجهة. فكيف ستسكت الشرعية أو أجهزتها الإعلامية أو الأحزاب السياسية والقوى السياسية على مثل هكذا خرق؟ هذا الأمر يعد يعني نذير شؤم، وبالتالي عليهم أن يراجعوا أمورهم وأن يعودوا إلى جادة الصواب وأن ينطلقوا من منطلقات الحكومة. اليوم هم شركاء، عليهم أن يكونوا بحجم هذه الشراكة، عليهم أن يكونوا بحجم الوطن، عليهم أن يخرجوا عدن من هذه الفوضى. اليوم عدن ترزح في ظلام، ترزح في تردي، ترزح في وقوف لكل مؤسساتها، الميناء، المطار، المؤسسات، بقي النيابات والمحاكم التي اليوم يقفلونها. فماذا يعني يريدون؟ ما هي خطتهم وما هي مآربهم؟ اليوم هم رجل في الحكومة والرجل الأخرى في الانفصال، وما زالوا في قيهم. عليهم أن يعودوا إلى جادة الصواب إذا أرادوا أن يكونوا شركاء وأرادوا رأب الصدع والانطلاق الحقيقي نحو بناء يمن اتحادي يتسع للجميع. عليهم أن ينطلقوا من منطلقات الشراكة الحقيقية وأن لا يشدوا ولا يخرجوا عن ما اتفق عليه. طيب ما خطورة تهديد خدمات المواطنين من خلال الممارسات التي يجرونها لتعطيل القضاء؟ والله يا عزيزي الأمر جدا خطير. يعني اليوم عندما تتوقف النيابات والقضاء وتتراكم القضايا، قضايا الناس، تتوقف مصالح المواطنين وتتوقف الأمور، لا شك أن هذا ينذر يعني انفجار الوضع داخليا. لا شك أن الجريمة ستنتشر إذا لم يكن هناك أجهزة أمنية ونيابات ومحاكم تقوم بالفصل في قضايا الأمة وتقوم بالفصل في قضايا المواطنين. فسيحولون المجتمع إلى غاب يفتقد إلى القانون وإلى النظام، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا دليل على أنهم يريدون أن يدخلوا عدن في دائرة الفوضى وفي وضع اللا قانون، وهذا أمر خطير جدا. لا شك أن هذا الأمر يعني ينذر بتبعات خطيرة وبانتشار للمسلحين وبانتشار للجرائم وبانتشار يعني لكافة أنواع الجرائم. هذا إذا كان يعني الدور القضاء والنيابات تغلق، فبالتالي أنا أعتقد أن عدن المدينة الآمنة ستتحول إلى بؤرة صراع وإلى مدينة أشباح، وبالتالي ستفتقد هذه المدينة إلى مؤسسات القانون التي تكون هي الملاذ للمواطن في استخلاص حقوقه. طيب شيخ عبد الناصر، تنفيذ اتفاق الرياض واستكمال تنفيذ بنوده خصوصا ما يتعلق بالشق الأمني والعسكري هو الآن
النقطة التي يمكن أن نقول أنها متعثرة أو المتعثر الأبرز، ما أهمية الدفع في هذا الاتجاه لتجنيب أي موجات فوضى قادمة؟ والله يا عزيزي نحن تكلمنا سابقا وقلنا أنه الذهاب إلى الشق السياسي وتجنيب الشق العسكري هذا أمر ينذر بخطورة كبيرة، وبالتالي هو ترحيل لصراع، لأن المرض ما زال قائما، ولأن أساس المشكلة في الأساس الذي فجر الوضع داخليا في يعني أغسطس من العام المنصرم هي الأسلحة المتكدسة مع تلك الميليشيات، وبالتالي إهمال هذا الملف الأمني لا شك أنه اليوم هو من يقوض أمن وسكينة المواطن، ومن يتيح الفرصة لهذه الميليشيات بأن تنطلق بآلتها الحربية لإغلاق المؤسسات وإغلاق المصالح العامة للشعب في هذه المدينة. وبالتالي أهمية تنفيذ الشق العسكري هي أهمية قصوى، وبالتالي على المملكة الراعي لهذا الاتفاق أن تسعى بالسعي الحثيث إلى استخلاص اتفاق الرياض وتنفيذه بشقيه السياسي والعسكري، وتشكل اللجنة التي قيل على أنها ستستلم الأسلحة الثقيلة، وأيضا يتم إخراج الميليشيات ويعني المعسكرات من داخل عدن وتوزيعها ودمجها في المؤسسة الأمنية والعسكرية. هذا إذا أردنا وأراد التحالف أيضا رأب الصدع وتجنيب عدن مواجهات قادمة، فلا بد من تنفيذ الشق العسكري، لأن هذا الشق العسكري لا شك أنه ما زال يعني قنبلة موقوتة، وما زال أيضا هو العائق أمام المضي قدما في تحقيق يعني البرنامج الحكومي. فإذا أرادت الشرعية والتحالف أن تكون عدن مدينة آمنة ومدينة يعني تتسع للجميع، فلا بد من تنفيذ الشق العسكري، لأن من الأهمية بمكان إذا أردنا الانطلاقة الصحيحة نحو البناء والتعمير ونحو تنفيذ برنامج الحكومة. نعم الشيخ عبد الناصر العوذلي الأمين العام المساعد لحزب جبهة التحرير وعضو رئاسة الائتلاف الوطني الجنوبي، شاركتنا هذا الحوار ووصلنا معك إلى ختام هذه الحلقة، أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك هذه معنا. شكرا لكل ضيوفنا أيضا الذين كانوا معنا سواء عبر السكايب أو عبر الهاتف. التحية هي موصولة لكم دائما مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم في الحلقات القادمة، نسلط الضوء على مستجدات الأحداث ونناقشها أيضا من زوايا مختلفة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.